قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة تأمل في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 5% العام المالي المقبل. وتوقعت الوزيرة ارتفاع الاستثمارات الحكومية خلال العام المقبل، وأن الوزارة تسعى لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام للدولة بما يؤدي إلى تطوير جودة العملية التعليمية. وأشارت السعيد إلى أن توجه الدولة لزيادة الاستثمار في التعليم هو السبيل لتحقيق التنمية الشاملة التي صاغتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية حتى عام 2030. جميع دول العالم في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية تطبق سياسات وإجراءات الحوكمة. والحوكمة هو مفهوم شامل في تفاعله مع كافة الأطراف والعناصر. فالحوكمة سياسات تستجيب لتحقيق رشادة إدارة موارد الدولة والمجتمع من خلال تحسين عمليات صنع القرار وفق رؤية استراتيجية تتضمن بدائل وإجراءات تفسح المجال لقدر أكبر من المشاركة للوصول لدرجة من التوافق الداخلي حول الموضوعات والأولويات وأساليب التنفيذ. ونحاول أن نتعرف على المزيد بخصوص توقعات معدلات النمو للسنة المالية 2017-2018. كما ذكرنا في الخبر بينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر. أهلا بك دكتور أحمد على شاشة أون لايف. وهذه التصريحات كيف تقرأها دكتور أحمد، وكيف يمكن أن نصل لمعدل نمو 5%؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا موضوع معدل النمو في مصر الحقيقه برضو لسه احنا لم نصل الى المعدل المأمول طبعا عشان المشاكل الاقتصاديه اللي البلد فيها حاليا. لكن طبعا احنا طبعا بدانا بالاجراءات الاصلاح الاقتصادي في انا في رايي يعني هي الاجراءات الفعليه بدات في نهايه 2016 في نوفمبر مع تحرير سعر الصرف. واعتقد ان معدلات النمو السنه دي اللي هو في الموازنه اللي هتقفل في يونيو 30 يونيو 2017، واعتقد يعني هنقل عن 4% يعني او يعني 3.8% تقريبا يعني. طبعا ده نتيجه الارتفاع الاسعار بشكل كبير جدا في الفتره، وقله طبعا معدلات الاستهلاك، وطبعا عدم وجود حجم الاستثمار كبير. نعم. انا اتوقع ان شاء الله في الموازنه الجديده الوضع هيتحسن الى الافضل. حجم الاستثمار طبعا هيزيد بشكل افضل، لكن برضو مش الحجم المتوقع اللي احنا نامله، لان طبعا دي مع بدايه الفتره الاصلاح الاقتصادي في السنه اللي بعدها على طول ما يبقاش في الطفره الكبيره قوي اللي بتبقى منتظره. لكن هو 3.8 كما ذكرتها دكتور احمد من 5، يعني الفرق مش كبير، يعني ربما نصل اليه في العام القادم. العام القادم انا اتوقع ان شاء الله ان هو طبعا احنا يعني هنزيد طبعا عن 3.8، ممكن نروح مثلا 4.8 4.5 في الحته دي. طبعا عندنا برضو مشكله لازلنا في موضوع انخفاض معدلات الاستهلاك، لان احد المؤشرات الهامه جدا لمعدلات النمو في مصر تبقى دايما معدلات الاستهلاك في مصر. ومعدلات الاستهلاك في مصر للاسف الشديد مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير هتقل، نتيجه طبعا ان طبعا التضخم زاد بشكل كبير جدا. لا زال برضه حجم الاستثمار مش هيبقى هو الحجم المطلوب، حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره برضه، لكن الوضع العام افضل، الاصلاح الاقتصادي ماشي بشكل كويس جدا، المؤسسات الدوليه الحقيقه بتشيد بالاصلاح الاقتصادي في مصر، جميع الوكالات وكاله فيتش وجميع الوكالات بتقول برضه ان احنا ان شاء الله يعني هنبقى في حدود 4.5 4.8 ونتمنى نصل لخمسة، يعني نتمنى طبعا. انما بشكل عام لا، الوضع افضل، الاجراءات احسن، حجم الاستثمار هيزيد، حتى في برضه السياحه برضه بدا لها مؤشرات ايجابيه كبيره جدا، حجم التجاره العالميه بدا يتحرك بشكل افضل. طيب. القطاع الصناعي برضه بشكل عام افضل. وطبعا دايما في الفترات اللي بتلي الاصلاح الاقتصادي يبقى في اول سنه ما بيبقاش فيها الطفره الكبيره، انما السنه اللي بعديها واللي تاليها واللي تاليها بتبدا الارقام بتبقى تكون افضل. طيب ايضا حديث الوزيره يعني ركز بشكل كبير على فكره كفاءه الاستثمار العام للدوله، لماذا كان التركيز على هذه النقطه تحديدا الاستثمار العام وخصوصا في العمليه التعليميه دكتور احمد؟ بصي، دايما الـ 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 القطاع العام مع القطاع الخاص بيمثلوا حجم الاستثمار الموجود، وطبعا احنا
لا زال برضه حجم القطاع الخاص الاستثمارات القطاع الخاص لسه لم يصل الى المطلوب، وبالتالي لازم الحكومه او القطاع العام يتحرك بشكل افضل عشان الاجمالي ما بين الاستثمار القطاع الخاص والعام بيمثل حجم الاستثمار في الدوله، وبالتالي ما دام لسه القطاع الخاص او حجم الاستثمار ما اتحركش الخاص بشكل كبير، وبالتالي على الحكومه ان هي يعني تبدا ان هي تتحرك كاستثمارات قطاع عام بشكل افضل بحيث ان هي تعوض الجزء المتبقي من القطاع الخاص في سنين سابقه. يعني احنا كنا في فترات كان القطاع الخاص كان يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الاجمالي، طبعا النهارده الارقام دي قلت ممكن مثلا يصل الى 58 59% في الحدود دي يعني، وبالتالي الحكومه بتسعى في الفتره دي انها تزود حجم استثماراتها بشكل افضل، خصوصا بقى مجال التعليم، مجال الصحه، مجالات خدميه مهمه جدا للمواطن لحد لما يبدا القطاع الخاص ان هو يسترد عافيته ويتحرك بشكل افضل، وبالتالي انا اعتقد من اول السنه اللي جايه هيبدا يكون انطلاقه كبيره للاقتصاد المصري بشكل كبير جدا نتيجه الاصلاحات الاقتصاديه اللي احنا طبعا كلنا حاسين بيها، لكن دي طبعا ان شاء الله هتبقى بدايه يعني حجم كبير جدا من الاقتصاد وبدايه معدل النمو ان شاء الله هيبقى له اثار ايجابيه على المواطن في الفترات القادمه ان شاء الله. دكتور احمد عبد الحافظ استاذ الاقتصاد بجامعه السادس من اكتوبر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا ليك يا فندم.